مسجنة من فتوى إبرة مسجنة. لا يا حلوة يا استحل. طب فيها إيه بس يا صوت؟ فيها إيه ده يا بابا؟ أنا مراتي تبقى سجنة ليه إن شاء الله؟ وأنا ديك أقول لك إيه بقى؟ بشاويشة غالية؟ حارسة يا صبر حارسة. يعني الحرس الجمهوري يا سايق. طب أعمل إيه بس؟ يعني أفرتك القشين المكافأة على شقة جديدة. خلاص يا بت، خلاص يا بت أنا موافق. وهو بالمرة نستفاد بالقرشين وندفعهم مقدم تويوتا حلوة كده بدل الكهنة اللي أنا شغال عليها دي. يا صابر بس أنت عارف إن أنا كنت عايزة فلوس المكافأة دي أعمل بيها مشغل. يا بت أنا عامل على مصلحتي. بالك أنت لما الميكروباص ده بيمشي كده على طريق سفر رايح جاي ورب اللي خلقني هنغنغي. الميكروباص قرشه مضمون. وعامل لك يا بت المشغل اللي بتحلمي بيه. وأجيب لك مكان بالكمبيوتر كمان. أيوة يا صابر بس بكفاياكي بقى يا غالية بكفاياكي.